السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوف واحد لابارتمون كاينه في الدوزيام ايطاج، كاين لاسانسور، كاين الباركينغ، الفيزافي ديال لابارتمون ما كاينش، اون فاز ديال الباركينغ لي زيموبل اللي قبلتها راه بعاديين بزاف، ما كاينش تقريبا شتراجم قبلت بعضهم. لابارتمون كتباع بالفراش ديالها، الفراش اللي غادي تشوفوا لابارتمون كامل البيع باقي جديد نقي، و الناس ذواقة، الناس راه معودين لابارتومون ازيرو، الفراش كامل معود، ديكوراسيون الفراش كامل شي حاجة اوت غام. دخلت هاد لابارتومون هي اللي كتبان لكم على اليسار، كنلقاو اون فاز ديالنا ملي كندخلو كنلقاو صالون كيف ما كتشوفوا فيه، و اون فاز ديال الصالون كاين واحد بتيت سيجور، سيجور الكولوار اللي اون فاز ديال السيجور فيه بيت كوزينة وحمام. لابارتمون فيها 58 متر في التوتال، 52 ابيطابل، كويزين بواحد التيراس، لي بياس بثلاثة كيشوفو في لافاساد برينسيبال، كيتشمشو في الصباح شرقية، كيف ما قلنا الفيزافي راه بعيدة، الشمس راه كضرب فيها اوفو. الموقع هادو جاو قرب شوية الرومبو د بيتي، فين كيتبنى كارفور جديد في الحي الحسني ورا المجمع الحسني مدينة طنجة بيان سور، بينها وبين المحطة الجديدة اللي دارو واحد 4 دقايق تقريبا، بلاصة نقية قراب ليها كلشي. هادو جاو من الجهة اللي فيها لي زيموبل الجداد اللي كيتبناو، الجهة ديال رومبو د بيتي، ريزيدونس تبارك الله نقية، الناس نقيين اللي كاينين هنايا ساكنين في الجناب، عندها الباركينغ ديالها، باركينغ ديالها خاص. و لافونتاج ديال هاد لابارتمون كتباع في واحد الوقيته مزروبه، والثمن ديالها ناقص، الثمن ديالها ناقص لواحد الدرجه ما كتصورش، لحد الساعه طابلين فيها 42 وغيزيدوا ينقصوا فيها واحد شويه، 42 بكل شيء ليها بالفراش بمسائل كامله. السيجور اللي هضرنا عليه هو هذا، والكولوار اللي كتبقى فيه بقيه ديال لابارتمون راه هو هذا، فيها على اليمين واحد الحمام كبير، اون فاس ديالنا كاينه لا كويزين، وعلى اليسار كاينه لا شومبر، لا شومبر بارونتال. الحمام كيف ما كتشوفوا راه حتى هو معاود ازيرو، اللي خدا لابارتمون خداها وعاودها كامله تبارك الله، باقا نقيه واخا معوده من شحال هادير كباقا نقيه. كيف ما قلنا في البداية لي موبل راه فيه لاسانسور، السانديك تقريبا راه ما تجيش شي حاجه كثيره، كتجي واحد واحد 50 درهم شاك ابارتمون كتكوزيزي فيها، داخل فيها الإنارة، لاسانسور، الميناج، كلشي داخل فيها. هنايا كاينة لا شومبر بارونتال، شومبر عريضة، و كيف ما قلنا لي بياس ديالهم كاملين راه كيشوفو في لافاساد برينسيبال، كيتشمشو مزيان في الصباح، نص النهار الأول كامل كتدخلهم الشمس. الفيزافي كيما غادي تلاحظوا راه بعيد، راه هذاك هو الباركينغ اللي كاين اون فاس، تقريبا راه كاين ما بين هاد الدار والزنقه اللي اللور جايه واحد 150 متر. نعاودو نذكرو الميتراج، قلنا في هاد لابارتمون كاينه 58 متر، 52 ابيطاب، الثمن ديالها 42 مليون بالاتات ديالها، هادي راه كتعتبر همزه هنايا في المجمع الحسني، ورا المجمع الحسني بالضبط. هنايا لا كويزين كانت في هاد لا بياس، وخرجوها على برا في التيراس، وخلاو البياس الاولى خلاوها كوم سالا مونجي ولا الاسباس فين يدار الاغراض ديالهم، والاسباس اللي كيدار في الطياب خرجوه هنايا لهاد التيراس. اللي بغى يدير لا فيزيت ولا بغى شي معلومات كثار ولا بغى يتواصل مع البروموتور، النمره لتحت راه فيها الواتساب، يدوز عندي. تبارك الله عليكم.